نشكر اخواننا في الانجليزيه في اندونيسيا ومساعده اخوانهم في غزه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. نظرت لاخوانكم في غزه الفقراء والمساكين والمحتاجين، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر مؤسسة الإندونيسية على هذا التهين اللي جابته لنا في شهر رمضان المبارك، ويخلف عليهم جزاهم الله كل خير، وإن شاء الله يا ربي تكون مقبول في هالشهر الفضيل. شكرا الأندونيس على هذا الكيس الطحين في شهر رمضان المبارك. شكرا ان بي سي على هذا الطحين اللي جبتوا لنا اياه في رمضان، الله يخلف عليهم. Ya teman-teman, saat ini saya sedang berada di Gaza City dan ini adalah tepung gandum hadiah Ramadan dari Muslim Indonesia melalui orang baik Donatur Nusantara Palestina Center. Nah teman-teman, mumpung masih awal bulan Ramadan nih, kita mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah teman-teman, para donatur NPC diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. لا تمام خلاص يلا يلا تمام تمام يلا يلا ودي شباب يلا يلا شكرا عندي سي خلاص يلا 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 يلا